عندك انت؟ يلا خلصنا يا اخي. يلا يا شباب ثواني بقى. ما مزبوط. شو هاللعبة ها؟ ايه ست ورقة. ايوه الله لا يعطيك عافية. هلا هاي ها بتفتح فيها هاي. لك يا بيعمل لك ما معي عم ورجيك الورق ولا لك ما معي؟ لك تيس انت شي تيس؟ شو ورجيك ما برجيك؟ شو هاللعبة ها؟ تعال هنا حدو هرم وين رايح وين هربات؟ هربات؟ لا غالبا ما جاي مش هنا. ما يعني ما عرفت انه عندي بارودة؟ لا اخي ما بنعرف انه عندك بارودة. اللي شو بدي لك؟ اللي يلا يلا عندك حدا؟ يلا يا ما في غير رباط يا عمي حبوش هدي معي. ايه مو مشكلة. ايه شو بدي لك؟ ايه انت بتعرف كل بيوت الحارة؟ ايه بعرفها. بيت بيت؟ بيت بيت حارة حارة. ايه شو بدي لك؟ ايه بدي اياك تدلني على بيت ابو سكوان. ايه بعرفه بعرفه. تفضل خدني عليه. يلا تفضل. يلا 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 ادعني. هلكت هلكت يا حظي هلكت. صرت فترة نص حالي شاب. لك هاي الحارة صرنا مارين فيها مرتين ثلاثة. عضت كوساية عضت كوساية. لك شو كوساية ما كوساية؟ صرنا أكلين طنجرة محشي وما كنا نوصل لبيت عم بطيخ عم سكوان. عضت كوساية هو هي عدينا الكوساية. هي بيت أبو سكوان. ايه هذا بيت ابو سكوان. هو هلا بكون جوا هو؟ لا شو عرفك؟ لا لا عميل عم شدي عندي بالبيت ليكو. ها نحن ذا في دروب كنزنا. كارولينا أنا كريستوف كولومبوس. ستقولينني إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب لاكتشاف قارة أمريكا والبحارة واللصوص ينتظرونني في البحر في السفينة. سنذهب بسفينة كبيرة. هذا اللي ناقص. شاك بشر السفينة ما في مين يدفش. إلا يا سيدي مالك رايح؟ بعدين ما هي الفائدة من اكتشاف قارة أمريكا؟ الفائدة كبيرة وجمة. الناس ستقول إذا لم أكتشف أنا كريستوف كولومبوس قارة أمريكا سيقولون عني خائن. أنا سأقول لهم ألف حبل مشنعة وليقولوا كريستوف كولومبوس خائن يا كارولينا. أي حاجة نطلب قد ما تكون مفكر حالك أمام بطوطة. عود من قبر عود. عملت لك مجدرة برغل والبحصات اللي بقلب البرغلات ما عرفت نقيه ونكتشفهم منيح بالبرغلات. عود. أوهو علينا نعم. راح علينا اكتشاف قارة أمريكا. وينك؟ لا تنسي المخلل والبصل طيبين مع المجدرة. تضرب على أي شيء. لك شو خرفانة أنت؟ فوتي اطلبي ببيتك فوتي. نعم جهراني. أخي شو ها؟ خلي لي اياك يا بتنكر. شلونك جار؟ نشكر الله الحمد لله. كيفك جارتنا؟ الحمد لله تمام. شو جار؟ قال عم بيقولوا ربحان باليانصيب 50 مليون ليرة. مين خبرك؟ لك الحارة كلياتها عم تحكي بالقصة. الحمد لله نشكر الله. إيه. ربحنا 50 مليون. طيب جار يعني شو رح تعمل فيهم ال 50 مليون؟ والله بدي سد ديوني هلا. هلا ما اختلفنا. الباقي شو بدك تعمل؟ الباقي بيستنى بعدين بنسده. هلا هلا بيكم
من حيكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة، ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي، طرحنا الفكرة وقالوا صور، صارت حلقة وبعفوية كوميدية، أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني، عبير صباح وسالم، حنان وفضل ومازن، جمال وجرجس وأحمد، ياسين أندري ومحمد، إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حيكم، أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم، جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتم مارو، فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك، كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي واشكي بس لا تبكي، خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هلي وناسي وانا ارفع فيكم راسي، الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا، فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حيكم، اني وكل جروبي جينا تنسليكم. عجبتك؟ كثير حلوة. طيب اسمعي هي القصيدة، هي ضليت شي 3 ايام 4 ايام اكتب لك اياها مخصوص لك بس. يلا. كنا نمر بحنية نزمر على الكوع، صار يمرك على المية الكيلو متراج، راء البحر حواليكي ما استرجهاج، لما شاف بعيونك بحر بالامواج. حلوة؟ كثير حلوة حبيبي، بتجنن. خلي لي اياكي يا روحي، بتحبيني كثير؟ كثير بحبك، كثير كثير. طيب اذا بتحبيني كثير كثير انا لي طلب صغير عندك، معلي؟ ايه تفضل لك. بس حبيبتي يعني خايف تزعلي مني؟ لا لا ما بزعل حبيبي ما بزعل. أكيد؟ أكيد 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 أكيد. الطلب هو حبيبتي إنه يا ريت المرة الجاية بس نلتقي، إنه أنا يعني مو إنه المرة الجاية، قصدي يعني من الآخر حبيبتي. لا بقى تحطي مكياج، خفي مكياج. لا شو هالحجاج؟ قول إنك بدك تتركني. لا يا أبو محيو. أهلين يا ابني، منى حكت لي عنك. خليني اياك يا عمي، انا منى كمان حكت لي عنك وحبيت اجي اتعرف عليك، لانه ما يصير واخذين احنا لقدام يمكن نصير اهل، ما هيك؟ ان شاء الله يا ابني. منى قالت لي انك انت من حمص. ايه انا من حمص. احكي لي بقى انت شو بتشتغل؟ انا قبطان سفينه. قبطان وين؟ بحمص. شيء ليش بحمص؟ في بحر؟ عم تجدبلك ابني؟ عمي انت بلشت بالجد بأول شي، ليش بالبلد في شغل؟